غاش طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مذكرة حول العقوبة، بأن المحكمة قد توصلت لإدارة المتهم تحت المادة 21 من قانون الجناية لسنة 1992 تعديل 2015 مقرا على المادتين 5 و9 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1980 81 المادتين 6 و7 من قانون مكافحة الصراع الحرام والمشبوه لسنة 1989 من خلال ما قدم بشأن الظروف المخففة والمشددة، حيث لم يقدم الاتهام أي ضرب، ولم ترك الأمر المحكم من اتهم صحيفته خالية من السوابق عليه ولم تقدم السوابق السابقة تعتمد ذلك، وما أن الاتهام دفاع أفاد بأن الاتهام عمره قد تجاوز 70 من عمره، والتي قدمت أمام هذه المحكمة، وبما ان هذه الجرائم قد اسهمت بتمثيلاتها في ازمه النقد الاجنبي وادخلت البلاد في التحديات الاقتصاديه ادت الى ارتفاع هذا السلع وتسببت في التدهور في قيمه العمله الوطنيه، وانعكس ذلك على عدم نقدها الدوله في توفير حياه كريمه للمواطن، مما حدا بالمبدا نفسه، وبتاريخ 26 من شهر فبراير 2013 بإصدار أمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019 والخاص بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب، حيث جاءت المادة 7 من الأمر المذكور مشددة بالعقوبة، حيث نصت على الآتي بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها بأي قانون آخر، كل من يرتكب ويشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة 3 سنين عن 10 سنوات والغرامة أو الأمر بالمصادرة سواء كانت العملة السودانية أو أجنبية، والذهب الخام المشهور الذي تم غضبه بالمخالفة لهذا الأمر ومصادرة أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور، وليس ببعيدا عن الأسهال لما تلقاه المرحوم ميدي محمد أحمد في 1989 إبان إسلام الدان
تفضل. قول له ياخذ موقف. وليس مبنيا على الاثار لما تلقاه المرحوم مجدي محمد احمد في نوفمبر 1989 في بناء السلام المدان مغالب الحكم في البلاد والحكم عليه بالاعدام شرعا حتى الموت في المحكمه الخاصه رقم واحد اسد ادانته بالتعامل بالنقد العدل وبذلك حق على المدان قول عز من قائل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ولا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. في تفسير هذه الايه ليس في الايه ان الانسان اذا لم يكن بما امر به انه يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانها دلت على التوبيخ بالنسبه الى الوالدين وهما امر غيره ونهي امر نفسه ونهي فترك احدهما لا يكون له مقتضى في ترك الاخر فان الكمال ان يقوم الانسان بالواجبين والنقص الكامل ان يتركهما واما قيامه باحدهما دون الاخر فليس برتبه الاول وهو دون الاخر ايضا فان النفوس مجبوله على عدم الانقياد لمن يخالف قوله وفعله في اقتيادهم بالافعال ابلغ من اقتيادهم بالاقوال المجرده ومن خلال امر الطوارئ الماده 9 من قانون تنظيم التعاون بالنقد الاجنبي لسنه 1901 ان الاموال المرصوصه تكون عرضه للمثابره اما فيما يتعلق بنصوص المادتين 6 و7 من قانون مكافحه الزراء الحرام والمجبور لسنه 1989 بعد ما ثبت لملاذ عمجاد الشك بان جميع الاموال النقد الاجنبي جاءت من الزراء الحرام والمجبور لمن الجهات التي تم التبرع لها لم يتم اختصامها في الدعوه وبالرغم من ان المحكمه الجنائيه لها سلطه مدنيه في استرداد تلك المبالغ الا ان ذلك مشروط في الحاله التي تتم فيها المخاصمه مخاصمه تلك الجهات بضم الخصومه بضمهم للخصومه في حال عدم تحقيق هذا الشرط لا تملك هذه المحكمه انما يكون الحكم للمحكمه المدنيه وهذا ما غرته ورثته سابق حكومه السودان بالجيم ميم ياء واو بقرار الفحص ميم عين فحص جنائي 45 على 2016 مراجعه 40/2017 الا ان ذلك لا يضبط الحق في المطالبه بتلك المبالغ ان كان هنالك مقتضى وبالاخص الاموال التي لم تسهر للمصلحه العامه وهذا ما قالت به الماده 164 فقط واحد من قانون المعاملات المدنيه لسنه 1984 الذي جاء الطبع على النحو التالي دون مساج باي اجراءات جنائيه يكون جائزا اتخاذها كل شخص ولو كان غير مميز الذي يصدر هذا القانون قد اسرع على حساب الغير يلتزم في حدود ما اسرع به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خساره ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاسراء فيما بعد او انتهى صله المسر بالغير او توفي الشخص المسر وقد جاءت الفقره الثانيه توضح بان كلمه الغير الوارده في الفقره الاولى تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري طالما ان الماده 166 من قانون المعاملات المدنيه قد اوضح بانه ما اعتبر سراء حرام لا يورث بواسطه المحاكم ولا يمتلك ولا يمتلك بالتغاضي ولا ينتقل بالهبه ولا الوصيه ولا البيع والتصرفات الاخرى النادره للملكيه، كما جاءت الفقره الثانيه من الماده المذكوره مقرره عدم سقوط دعوى الاسراء بلا سبب مشروع بمرور الزمن، وجاءت الفقره الثالثه توضح من يتولى دعوى الاسراء بلا سبب مشروع هو وزير العدل اذا كان الشخص المضرور هو الدوله بناء على طلب اي مواطن سوداني او من تلقاء نفسه، اما فيما يتعلق بالعروبه وبما ان الماده 9 من قانون تعامل النقد الاجنبي قد قررت العروبه سنين ما تزيد عن 3 سنوات او بالغرامه او بالعروبتين معا من العروبه بشان الزراع الحرام والمجبور وفقا لما نصت الماده 15 من قانون مكافحه الزراع الحرام والمجبور السجن لمده لا تتجاوز 10 سنوات او بالغرامه لا تتجاوز ضعف المبلغ المال موضوع الزراع الحرام والعروبتين معا مع الامر بمصادره المال موضوع الزراع الحرام والمجبور وفقا لاحكام الماده 14 وبما ان هذه الجرائم وفقا لمنشور المحاكم الجنائيه رقم 69 والتي اوضح مبادئ توقيع العقوبه من حيث جاءت الفقره السادسه من المنشور تنص على الاتي في حاله الجرائم ضد القوانين الخاصه وعلى وجه الخصوص جرائم المال كتهريب العمله وجرائم الصالح العام تؤخذ المحكمه في الاعتبار ان الهدف من سن تلك القوانين المحافظة على الاقتصاد الوطني والتوازن الاجتماعي ومنح الإسراء بلا سبب وذلك تحقق بردع الجان وتخويف غيره بهدف منع تكرار الجرائم إلا إننا وبالنظر لهذه الدعوة الجنائية نجد أن المدان قد وصل عمره 75 عاما ولم يناهض الاتهام في ذلك بما أن دساتير السودان وقوانين السودان المتعاقبة
قد اوضحت بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، وهذا ما قالت به سابق حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم بن طعن ميم عين طاء جيم 31/1973 وفقا للاحكام المادة 33 فقرة 4 من القانون الجنائي سنة 1991 تعديل 2015، والتي نصت على الآتي: فيما عدا حد الحرارة لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ 70 من عمره، فإذا عدل عن الحكم السجن أو السقوط لمن عمر 70 تسري على الجانب عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة، وهذا ما غالب بها أيضا سابق حكومة السودان ضد ألف زين بالطعن ميم عين طاء جيم 95/2002 حيث غربت ورثة المبدأ الآتي: فيما عدا حد الحرارة لا يجوز توقيع عقوبة السجن لمن بلغ 70 من العمر، ولما أن النص قد حدد أن يستعاض عن ثلاثة السجن بالتغريب، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه هنا طالما أن الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون الجنائي قد جعلت التغريب هو التحديد لإقامة الجانب بعيدا عن منطقة ارتكاب الجريمة، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء والذين عرفوا التغريب ويعني النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، وبما أن المدان وعند لحظة ارتكاب الجريمة المشار إليها كان رئيس الجمهورية السودان مما يعتبر أي بقعة في أرضه قد تأثرت بتلك الجرائم، ولا تملك المحكمة سلطة النفي والإبعاد خارج الأراضي السودانية طالما أنه سوداني الجنسية ولا يمكن إبعاد السوداني بحكم أعضاء خارج السودان. هذا بدوره يقودنا لنص المادة 48 من القانون الجنائي سنة 1991 تعديل 2015، والذي تحدد عن التدابير المقررة للشيوخ، إذ نصت على الآتي: دون مسار تطبيق العقوبات الحدية وإحكام القصاص يجوز للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ 70 من عمره متى رأى ذلك مناسب: تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته، تغريبه مدة لا تجاوز مدة السن المقرر عقوبة لجريمته، إيداع وعد وسائل الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة سنتين، وما أن المدان لديه بلاغات أخرى عقوبة ضده حيث وصلنا بتاريخ 28 أغسطس 2019 خطاب التسليم بالنمرة نون عين نون خاشين مخاطبات 2019 من وكيل نيابة الخرطوم شمال في البلاغ 5650/2019، وحتى يصبح التدبير ذو أثر حقيقي، وذلك بتحرير الرضا الخاص والتفكير بالنسبة للمدان فيما ارتكبه من حق نفسي قبل التفكير عما ارتكبه بحق الجماعة، وكما له أن يحقق الرضا العام، وهو منع السلبيات التي تحدثها التدابير الخفيفة في نسبة الأفراد المعارضين للقرارات في نفس ظروف المدان، والذين يشجعون مواقع المدان من تدبير على المضي في تنفيذ جرائم مؤمنين التدبير سيكون اسميا، وهذا ما قررته ورثته سابق حكومة السودان للمصطفى محمد إبراهيم بالاستئناف ميم ألف ميم كاف 248/1977، وعلى ضوء تلك المبادئ سوف تقوم بخطة التدابير الآتية: 1- إيداع المدان عمر محمد البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإيراد في البلاغ 5650/2019 الخاص بخطاب التسليم الوارد إلينا بتاريخ 28 أغسطس 2019، مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية والمحددة بالمستند الاتهام 5-6 لصالح حكومة السودان صدر تحت توقيعه أنا الصادق عبد الرحمن الفقير قاضي محكمة الاستئناف المكلف في يوم 14 ديسمبر 2019، يسلم الأطراف صور من الحكم ويسمع لهم بالاطلاع ويخطر حقهم في الاستئناف خلال 15 يوما من إلى محكمة الاستئناف. رفعت الجلسة.